دكتور فوت دكتور فوت شو السبب الخروف؟ انت شاب؟ نعم. بتعرف تطبخ؟ نعم. هون الرقبة. ايه. وهون الكتف. نعم. وهون الضلع. ايه. وهذا البطن. نعم. وهذا قطعة الفخذ. اليوم بدنا نعمل كباب، يعني بدنا نستعمل زور. ايه. وانا استعمل شوي من الكتف. نعم. ومن الفخذ، ماشي؟ ماشي. نحط أول شي بالصحن الشعيرية.